يصير عندي ألم في الأطراف. إيدي أكلين المرض خالص، ما بقي فيه الحد، وقف المرض. رجلي سووا لي عملية بتر بديالة، عملية بتر تحت حد الركبة، الحمد لله يتوقف المرض. وعندي عيني اليمنى فيها تقرح ويحتاج لعملية. أنا عرضت على طبيب إدلب، حالتي المادية تعبانة، يعني مو ذيك الحالة اللي أقدر مثل أراجع عمودة عالج. وأنا هاي وضعيتنا، يعني هو عاجز أربع أطراف وما عندي أحد يعني ينظر بحالنا، وهاي بالحياة اليومية. أودي إذا يحتاج علاج أو مشفى، إذا أوديه أو أرجع، مرات نادرة ما يعطونا علاج اللي يساعده، والعلاج اللي ياخذه هو ما جاي ألقاه، يعني ما يكتبونه إياه بالمشفى ولا يعطونه بالمشفى، دائما أخذه على حسابي من برا.